اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. هذه هي الأشياء التي لن تتخلى عنها الأبراج. لكل إنسان أهدافه وطموحاته وعاداته التي تعبر عن شخصيته وكيانه، حيث سيتمسك بتلك الأهداف ويعيش من أجلها. فبعضنا لديه آراء ثابتة وأشياء خاصة تستوطن جزءا من قلبه ولن يتخلى عنها مهما حصل. فإن كنتم مهتمين بمعرفة أكثر الأشياء التي يهتم لها الناس وفق ما يقوله الفلك، فإليكم في هذا الفيديو الأمور التي يتمسك بها كل شخص بحسب برجه الفلكي. برج الحمل. لا يتمنى مولود برج الحمل أن يتدخل أحد في حياته الخاصة أو أن تملى عليه الأوامر، فهو لا يكره شيء كما يكره القيود والالتزامات. لذا فإن الأمر الذي لن يفعله مولود برج الحمل أبدا هو أن يخضع لقول أحد، خاصة إن شعر أن هناك محاولة للتحكم بحياته الخاصة أو بفرض الآراء عليه. ولا يبرر هذا التصرف بأن مولود الحمل عنيد، بل يمكننا القول أنه يعرف تماما ما يجب عليه فعله ولن يتنازل عن أفكاره أبدا. برج الثور. إن مولود برج الثور يعتبر من الأشخاص الذين يعملون بجد وتركيز لا يضاهى، ولن يكترث إن أرهق نفسه في العمل، لأن ما يهمه هو الحصول على نتيجة مرضية والافتخار بها. ولهذا السبب يستحيل على مولود الثور أن يقبل بطرق الغش في سبيل الوصول إلى هدفه، ولن يقبل بأي خروج عن النظام، فهو مؤمن بفكرة أنه لا يستحق النجاح إن لم يحصل عليه بعرق جبينه. برج الجوزاء. من أكثر ما يميز مولود برج الجوزاء هو حبه لجميع الأشخاص من حوله ورغبته في رسم الابتسامة على وجوه أفراد عائلته وأصدقائه، ولن يتوانى عن البحث عن فرص لقضاء الوقت برفقتهم. هذا يعني أنه لن يتنازل أبدا عن فرصة إعطاء السعادة لشخص ما مهما مر بظروف سيئة أو تعرض لضغط في العمل، فسيخصص دوما الوقت للجميع وسيصنع توازنا بين عمله وعلاقاته الاجتماعية. برج السرطان. تحتل العائلة المرتبة الأولى في قلب مولود برج السرطان، حيث يقدس مولود هذا البرج العلاقات والروابط الأسرية، ولن يجد الأمان والراحة إلا داخل منزله. ولهذا السبب فلن يتخلى مولود السرطان عن عائلته أبدا، وقد يعتذر عن مواعيده ليكسب وقتا يقضيه مع أسرته، حتى أنه سيفضل أن يأخذ برأي أفراد عائلته عند اتخاذ أي قرار مصيري في حياته. برج الأسد. يعد مولود برج الأسد من أكثر الأشخاص حبا واستمتاعا في الحياة، ولهذا السبب فلن يتنازل عن سعادته ولن يسمح لأي سبب بتعكير مزاجه أو إفساد فرحته. وسيحاول مولود هذا البرج أن يستغل أي فرصة تتاح له للاستمتاع بوقته كالسفر والرحلات، وبالطبع لن يمانع من الوقوع في الحب والتنعم باهتمام ودفء مشاعر الشريك، ولن يمنعه أي شيء عن فعل ما يحلو له. برج العذراء. عندما يتعلق مولود العذراء بشيء ما فسيبقى متمسكا به إلى الأبد، فلا يكره مولود هذا البرج شيئا كما يكره أن يتنازل عن أي من ممتلكاته أو معتقداته أو حتى الأشخاص المقربين منه، فلا وجود لمفهوم التنازل لديه، لأنه سيعده خسارة واستسلاما
لا يليق بحرصه الشديد على ما يملك، كما إنه لن يسمح لأي شخص بتعطيل خططه وأهدافه، وسيكون الملهم لكل من حوله لأنه يعرف تماما كيف يبذل ما بوسعه ليصل إلى أهدافه. برج الميزان. على الرغم من الخلافات والخيانة والكذب والشوائب الأخرى التي قد تتعرض لها أي علاقة، إلا أن الأمر الوحيد الذي لا يمكن لمولود الميزان التخلي عنه هو الحب، حب الشريك وحب الأصدقاء وحتى حب العائلة. فلا يستطيع مولود هذا البرج أن يتخيل كم ستكون الحياة بائسة ومظلمة من دون ضحكات الأصدقاء أو بغياب صوت من يحب، لذا فسيكون قادرا على التغاضي عن الكثير من الأخطاء، وسيغفر الزلات مهما كانت جارحة له ليحظى بأنغام الحب التي تراقص قلبه وتبقيه مرتاحا. برج العقرب. يتمتع مولود برج العقرب بمقدار من الغموض الذي يحيط بشخصيته ويجعل علاقاته تتبع لنوع من التعقيد، فمولود هذا البرج يعتقد أن الثقة هي أساس العلاقات الاجتماعية، ولهذا فإنه لن يتنازل عن حقه في دراسة شخصيات الناس من حوله واختبارهم قبل أن يضعهم ضمن دائرة الأشخاص المقربين له والتي هي ضيقة بطبيعة الحال. وفي حال عدم وثوقه بأحد أو في حال تعرضه لخيبة الأمل في شخص ما، فلن يكون بعد ذلك قادرا على تقديم أي تنازل مهما كان بسيطا. برج القوس. يؤمن مولود برج القوس بأن الحياة هي مجموعة من الدروس التي ربما تكون قاسية بعض الشيء، إلا أنها مفيدة حتما، ويثق تمام الثقة في أن التجربة الشخصية هي الدرس الحقيقي الذي سيستفيد منه. لذا لن يتنازل مولود القوس عن أي فرصة قد تتاح له لتجريب أي شيء جديد مهما كان بسيطا، فسيحاول خوض التجربة بكل حماس، وسيكون من السعداء بالنتيجة مهما كانت. ففي نهاية الأمر هو يرى أن شخصيته لن تصقل من دون التعثر والنهوض إلى حين معرفة الطريق الصحيح. برج الجدي. على الرغم مما قد يشاع عن مولود برج الجدي بأنه شخص عنيد ومتمسك برأيه إلى درجة كبيرة، إلا أن هذا الشخص لا يستطيع أن يعرف خطأ دون أن يبادر إلى تصويبه، حتى وإن كان مخطئا في حق نفسه أو في حق أي كان، فلن يتوانى عن تقديم الاعتذار المرضي وسيسعى لتصحيح الموقف على الفور. فمولود هذا البرج يدرك تماما أن الفشل لا يعني الاستسلام، وأن هناك وجود لفرصة ثانية، لذا فلن يتنازل عن ضرورة الاعتذار في المواقف التي تتطلب ذلك. برج الدلو. يحاول مولود برج الدلو جاهدا أن يثبت ذاته كصديق مخلص وشخص جدير بالثقة، وبما أنه يمتلك من الثقة بالنفس ما يكفيه ليكون مميزا، فلن يتوقف عن فعل ما بوسعه كي يظهر ميزاته للناس من حوله. لذا فلن يتخلى مولود هذا البرج عن تقديم المساعدة والدعم المعنوي لأصدقائه، فهو يريد منهم أن يشعروا بمقدار حبه لهم، كما إنه لن يتخلى عن أي صديق ولن يخيب أمله ما لم يلقى إساءة كبيرة أو جرحا لمشاعره، كما إنه لا يمانع من تقديم التنازلات بهدف المحافظة على أصدقائه. برج الحوت. يعيش مولود برج الحوت في عالم الخيال والأحلام الرقيقة التي تمده بالتفاؤل وتعطيه دافعا قويا لمواجهة كل مصاعب الحياة، ولن يعير اهتمامه لأي استهزاء قد يتعرض له، كما إنه لن يكترث إن وصفه البعض بالشخص الحالم والبعيد كل البعد عن الواقع، فهو يعلم أن هناك فرصة للفشل
ولكنه موقن بوجود احتمال أكبر للنجاح. هذا ما سيساعده على اجتياز مخاوفه والوصول إلى ما يريد، ولن تجبره أي قوة عن التخلي عما يحلم به، حيث يرى في الخيال مجالا للهروب من الواقع ومحفزا له للمضي قدما نحو تحقيق أهدافه والوصول إلى ما يليق به. كانت هذه هي الأشياء التي لن تتخلى عنها الأبراج، قدمناها لكم من قناة ريوش تيفي. اكتبوا لنا في التعليقات إلى أي برج من الأبراج أنتم تنتمون، وما هو الشيء الذي ترفضون التخلي عنه في الحياة. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.